نوجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدي الكرام في ثاني فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من ساعة صبحية، ومستمرين مع حضراتكم في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري الأصيل بألف خير وصحة وسعادة. عنوان هذه الفقرة 30 يونيو، نقطة تحول في تاريخ مصر، وبالفعل كانت نقطة تحول لكل ما هو أفضل لمصرنا الحبيبة. استطاعت الدولة المصرية أن تواجه كل العقبات وتصدى لكل المؤامرات الخبيثة التي كانت تبثها الجماعات الإرهابية التي كانت تريد أن يعني تسفك دم الدولة المصرية وشعبها، ولكن هذا الشعب أبي دائما بيحتضن الدولة المصرية وحريص على تحقيق كل ما هو أفضل وصناعة الأمجاد. ثورة 30 يونيو زي ما قلت لحضراتكم سجلت بحروف من نور في سجل التاريخ المصري العظيم الحافل بالانتصارات. أيضا كانت نقطة تحول ليس فقط على الدولة المصرية بل على الأمة العربية، ولم أبالغ مرة أخرى حينما أقول على المنطقة الإفريقية والقارة الإفريقية، وده اللي أثبتته الدولة المصرية لما تصدرت يعني الزعامة الإفريقية. عشان كده هنحاول نتناقش في هذه الجزئيات وهذه المحاور، وأيضا نوضح للمصريين كيف كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول حقيقية للأفضل لمصرنا الحبيبة، مع ضيف العزيز الكاتب والأديب الدكتور أيمن غنيم. برحب بك فندم، تحياتي لحضرتك فندم. أنت كمواطن مصري في ذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، بما تشعر من تحسن في كافة الأوضاع؟ بما تشعر من فخر وعزة وكرامة، خاصة أن نحن الحمد لله رب العالمين ما بين الحين والآخر نجد الوجه الأمثل لمصرنا الحبيبة وكل ما يرجوه الشعب المصري؟ في الواقع يعني احنا نسعد جدا ان احنا بنحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، ودي فعلا تقاس بكل مقاييس انها من اجمل المنجزات اللي حققتها الشعوب العربية وبيتصدرها الشعب المصري ككل في استيعاب كل الاخطاء اللي هو عانى منها طوال سنة كاملة تحت حكم الاخوان. وانا على فكرة هكون منصف جدا ان انا هناقش وضع المخزي اللي احنا تعرضنا له، ان هم للاسف ارتدوا عباءة الدين ولم يفتعلوا قولا وليس فعلا، وده ادى لظاهرة خطيرة جدا تعرضنا لها كمسلمين تحت شرذمة من طبقة تعالت بكل المقاييس على أحكام تشريعية إحنا مؤمنين بها وموحدين بها، بناخد تشريعنا من القرآن والسنة، وعايشين سنين أيامنا كلها في أنظمة ثابتة، في فكر راقي، في تعامل راقي مع كل الشعوب ومع كل الفصائل الموجودة في المجتمع المصري. أدت هذه الفئة من الناس أدوا لظاهرة يمكن شيخ الأزهر دعا إليها بطبيعة الأحوال في خطابه الأخير، اللي هي الإسلام فوبيا. يعني هم شويهوا صورة الدين، لأنهم يعني للأسف أدوا بالصورة، ارتدوا العباءة ولكن سودوها بالأفعال الإجرامية والإرهابية اللي هم كانوا بيعتدوها، في حين أن الدين نفسه لما تسأل أحد المستشرقين، لما سئل أحد المستشرقين ليه أنت دخلت الدين الإسلامي، قال منظومة جميلة جدا. أنا نفسي سألت شخص بريطاني كان أسلم، فقلت له ليه أسلمت؟ إيه اللي دفعك أنك تخش دين الإسلام؟ قال لي لما طلعت على قانون الحرب في الإسلام، قال إن لازم إن احنا نحترم المرأة، لا نحرق بيتا ولا نقتل عجوزا ولا نقتل امرأة ولا نهدم صومعة ولا كنيسة. هذه أخلاق الإسلام في قانون الحرب، فبالك في قانون السلام. يعني احنا في قانون الحرب ومباح لنا ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينه. ليه؟ لان في حد بيحاربك وبوجهك باسلحه ناريه. في هذا التشرذم الفكري فرض علينا ظاهره اللي هو الاسلام فوبيا. فالاسلام بريء من كل الانظمه الدعائيه اللي هم بيدعوها او الارهابيه. انت المفروض انت الاسلام هو دين التسامح، دين الامان، دين الرقي في التعامل. الاسلام سلوك، والرسول صلى الله عليه وسلم جزم نهاية الرسالة بتاعته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إذا لم يكن هناك سلوك راقي حضاري يتسم بالموضوعية، يتسم بالاستقرار والأمان الكامل لكل ما تتعامل معاه، حتى الدين نفسه حرم قتل اليهودي في محراب الحياة العادية إلا لم يكن في ميدان الحرب. فانت اعطيته الامان في انه يجي كسائح
أو كمغترب أنت أعطيته الأمان في داخل دولتك غير أنك تغرر بيه. لو غررت بيه بهذا إثم عظيم. نعم. فدي جريمة لا تغتفر لهذه الفئة. صحيح. أو هذه المنظومة الفكرية المخربة المدمرة. صحيح. وده بنعتبره من أهم المنجزات اللي حصلت في 30 يونيو. صحيح. أن احنا تبرأنا من هذه السبل، تبرأنا من هذه الدسائس، وقدرنا نوحد الصف ونقود مرحلة فكرية جميلة جدا، مرحلة تهدف إلى النماء والتقدم والرقي، وده حاصل في كل المشروعات العملاقة اللي حصلت بالفعل. ولسه كمنظومة يمكن القيادة السياسية الحاكمة بتنهجها في التنمية المستدامة في تدعيم كل النماء والاقتصاد، وده ظهر كتير جدا في منحة أو شتى مجالات الحياة اللي موجودة اللي احنا بنعيشها. يمكن دكتور أيمن عنوان الفقرة إن ثورة 30 من يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، ويمكن نقطة تحول بمعناها إن استطاعت أن تتصدى للمؤامرات، استطاعت أن تحقق الإنجازات بعد نجاح هذه الثورة. يمكن الدولة المصرية هي أول دولة في العالم تتصدى للجماعات الإرهابية، بل تكشفهم أيضا وتكون حريصة على إيضاح الصورة الإيجابية للشعب المصري الأصير الذي كان يهيمن عليه جماعة للأسف كانت أن تودي يعني بمصر إلى يعني الدرك الأسفل زي ما بيقول. عشان كده هسأل حضرتك، كيف استطاعت هذه الثورة فعلا أن تدعو كل البلدان العربية للانتباه وأخذ الحيطة والحذر من هذه الجماعات الإرهابية، بل عالميا أيضا الذين يعني كل ما جرى مؤخرا أكد أن هناك الكثير من المؤامرات التي تتبناها طبعا دول عالمية، ولكن بعد تصدي الدولة المصرية لهذه المؤامرات استطاعت أن تضع كل هذه الدولة في مواقف حرجة. فكيف ترى النقطة التحول الأمثل من خلال هذه الثورة، وكيف استطاعت مصرنا الحبيبة أن تؤثر على العالم في إبادة الجماعات الإرهابية؟ ده بالفعل حصل لما انتمت كل الفئات حوالين مائدة واحدة، مائدة الصلاح والتقدم والرقي اللي كان بينهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أول المهام اللي هو قام بيها تكفيف المنابع الإرهاب وتكفيف البؤر الإرهابية، وختاما بحركة التنمية الشاملة أو حركة الإجلاء أو الإخلاء الشامل اللي قام بيها الجيش المصري في 2018 وما زالت قائمة في تكفيف كل منابع الإرهاب، وخاصة اللي هم كانوا داخلين حدود سيناء وعن طريق الأنفاق الحدودية. طبعا ده على فكرة دعم الدور اللي بنقوم به في استيعاب كل التحديات اللي هي أصلا كانت ممكن تعوق عملية التنمية الشاملة، اللي برضو نجحنا في ان احنا نرسيها في كتير جدا من المشروعات القومية. فده طبعا على فكرة نموذج رائع مصري للقيادة وللحكومة وللشعب. صحيح. الشعب كان ليه دور كبير جدا في تحمل هذه المآسي والمثابرة والتحسب لكل قرار. صحيح. كان بياخده الرئيس في تتبع للأعمال الإرهابية اللي حصلت، وده على فكرة أدى زي بنسموه إنذار خطر لكل الناس لازم تاخد الحيطة والحذر من كل العمليات الإرهابية اللي هي كانت بتنتشر في كل ربوع العالم، وخاصة الدول العربية اللي هم كانوا الربيع العربي، وانتباها لكل المخططات الاستعمارية اللي هي كانت بتنتوي تقسيم الشرق الأوسط كتورتة كبيرة جدا وكل المنظومات، وده طبعا احنا أسهمنا في إفساد كل الحركات العالمية دي. وانتبهنا أخيرا لتنظيف كل البؤر الإرهابية من الداخل أولا ومن الخارج، والحفاظ على حدودنا. وده أدى إلى إيه بقى؟ أن مصر دلوقتي بقت نموذج رائع للأمان، بتحتوي كل اللاجئين السوريين، اللاجئين الليبيين، العراقيين، كل ما حصل عنده مشكلة موجود في مصر. نعم. آمن، بينعم بالأمان اللي احنا بنعيش فيه. صحيح. ودي أجمل ميزة لكل دعاة الشطط الفكري، لكل دعاة الفساد، لكل دعاة الإحباط. احنا بننعم بنعمة كبيرة جدا اللي هو الأمان، وده يمكن أكبر منتج حصل أو أكبر منتج حصلنا عليه من داخل ثورة 30 يونيو. طيب. لأنها جت لتصحيح مسار ثورة 25 يناير. صحيح. بدأها الشباب بدون قيادة
ونجحوا في الوصول للهدف الأسمى في تنظيف أو في استبدال أنظمة استبدادية بين أنظمة راقية، ولكن خطفها الإخوان وبدأوا هم ينشروا أو يستدعوا الناس تحت عباءة الدين. ولكن للأسف إحنا كتير جدا من الناس اقتنعوا بالفكرة، لأنه ما فيش حد على فكرة يتعارض مع واحد بيقول لا إله إلا الله، ولكن هذا صنف قولا وليس فعلا. نعم. ولذلك كل الناس أدركت المأساة اللي احنا تعرضنا لها، ان في متأسلمين وليس مسلمين. صحيح. فالإسلام بريء من كل تصرف. صحيح. بريء من كل غوغائية، بريء من كل إرهاب، ولكن هو دين تسامح. صحيح. دين رقي، دين بيسعى لضم وتوحيد الصفوف وكل الفصائل اللي موجودة، سواء من قبل الدين الواحد واحترام الأديان الأخرى واحترام المعابد والكنائس بكل. صحيح. المقاييس للمعيشة في أمان. نعم. دكتور أمان، يعني ثورة 30 يونيو استطاعت أن تقضي على أنظمة الإخوان ومخططاتهم المختلفة، وأيضا رادع من يدعمهم. كيف ترى ذلك، وكيف استطاعت أن تحقق الثورة يعني زي ما بيقولوا كده الهدف الأسمى من كشف هذه الجماعات الإرهابية وإيضاحها للرأي العام، وتأكيد على أن الدولة المصرية أبية لن تقبل أي تدخل خارجي ولن تقبل أي مؤامرات، وخاصة الجماعات التي كانت أن تتغلغل في نفوس الشعب المصري وتجذبهم إليها؟ بالفعل ده حصل لما تكشفت كل الأمور الحقيقية وراء قناعات زائفة، وراء شعارات لا يطبق منها إلا قول وليس فعل. نعم. لما طلب من القيادة الإخوانية أنها تتنحى الحكم لدرء الصدع اللي كان موجود حاصل لتجميع القوى السياسية نحو فصيل واحد بهدف إنماء الوطن، بهدف الدفاع عن الوطن، بهدف إراقة الدماء، رفض وبحث عن شرعية حكمه وليس الشرعية في الحفاظ على من تحكم، الشرعية في الحفاظ على من تتولى، الشرعية في الحفاظ على تبني الفلسفة الداعمة للبناء والتعمير في دولة أنت آمن عليها. صحيح. أي على فكرة مسلم حقيقي لو فرض من أو طلب منه التنازل بشكل أو آخر عن ملك أو جاه في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى في تدعيم أو توحيد الصف الكائن. صحيح. طبعا هيستجيب وبسرعة شديدة جدا. نعم. دون الرجوع واللجلجة في إطار مزيف. أنا لو قورن مبارك الرئيس السابق الأسبق إن هو فعلا تنحى بهدف الوصول إلى مرحلة آمنة الوطن. صحيح. هو لم يفعله. فهذا جرم في حد ذاته. صحيح. وكون إن احنا على فكرة كشفنا هذا القناع، بدأ كل حتى اللي كانوا مؤيدين للفكرة بدأوا يتقاعسوا عن دورهم أو اتجاههم أو يغيروا أنماط فكرية. فين الإسلام من هذا السلوك؟ صحيح. الإسلام ليس موجود في سلوكهم. الإسلام ليس موجود في سلوك الإرهاب. أنت لا تغير أن تغير بإقاع من التشريع، بإقاع من السنة التي لا تهدف إلا إنماء فكري متطور داعم. نعم. للدولة وباني للدولة المعاصرة. ده اللي قام بيه على فكرة الوسطيين الإسلاميين، الوسطيين اللي هو طبعا تحت القيادة الحكيمة في استيعاب كل المواقف، إن الدين هو سلوك، الدين. صحيح. هو تصرف. نعم. وليس مجرد شعارات واهمة. نعم. أو مزيف. في ثورة 30 من يونيو قدم الشعب المصري وأبهر العالم بالتنظيم والحرص على إبقاء الدولة المصرية، الحرص على وجود الدولة المصرية، وأبهر العالم من خلال ثقافة الشعب المصري المتحضرة الرافضة لاستمرار هذا النظام الفاشي، والتي كانت تدعو لدعم الأمن والأمان ليس فقط في مصر ولكن المنطقة بأسرها بل العالم أجمع. كيف ترى هذه الصورة واللوحة الفنية العظيمة اللي سطرها المصريون إبان الثورة 30؟ بالفعل دي كانت من ضمن أوجه الحضارة الجميلة الراقية اللي هي سوف سواء ثورة 25 يناير أو ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة مشهد راقي علم العالم كله أن 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 تستجيب لإرادة شعب، إرادة شعب أراد أن ينتفض من الإرهاق الفكري الزاعم. صحيح. اللي هو بيهدف إلى الانفصامية والتزييف. نعم. وتزييف الحقائق. نعم. وإعلاء مفاهيم حقة
هي أساس المواطنة. إن الوطن هو لكل المواطنين اللي عايشين، ليس تفرقة دينية ولا تفرقة اجتماعية، هي مساواة في كل الحيثيات. ونحن كمجتمع خليط ما بين الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، ما ينفعش إن احنا نعلي جانب على الآخر، لازم يكون في استيعاب. ظهر هذه اللحمة الفكرية في الدفاع عن الذات، في الدفاع عن المجتمع، في الدفاع عن الآراء الفكرية التي مورست منذ سنوات بعيدة ما بين المسلم والمسيحي. وظهر ده في صورة رائعة من الجمال والرقي، تزامنا بالدفاع عن حقهم في الحفاظ على وطنهم. صحيح. وفي الحفاظ على التقدم والرقي اللي هم وصلوا له أو كان بينتهجوا بعد ثورة 25 يناير. لقوا أن الحياة هترجع إلى أسوأ، لو الحياة ترجع إلى ما كانت أسود من ذي قبل يعني. فحاولوا يلتحموا ووصلوا برسم صورة رائعة من التعاون والتعاون المثمر البناء، من غير بقى لا بلطجة، من غير إحراق، من غير إفساد. صحيح. ولكن إيه، تعاونوا سلما للوصول لبر الأمان، وده حصل. واستجاب الجيش المصري العظيم لرغبة ملحة من الشعب الأبي، استجاب لأنه ما كانش لا يصم الأذان زي ما قال سيادة الرئيس، لا يصم الأذان ولا يغض الطرف عن هذه الثورة الرائعة وهذه الحشود الضخمة اللي حاولت تتجمع لإظهار صوت واحد. صحيح. مصر أولا وقبل كل شيء. نعم. شايف من وجهة نظر حضرتك كيف استطاع الجيش المصري لدرء الصدع وتوحيد الصف في ثورة 30 من يونيو، واحتضان الشعب المصري العظيم للحفاظ على هذه الثورة والحفاظ على استكمال المسيرة في البناء والتنمية والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي كان يأملها الشعب المصري دائما؟ بالفعل كان تاريخ مصر، تاريخ الجيش المصري في حياة المصريين كان مشرف، بداية من ثورة 52 ومرورا ب 1977 لما انتفض الشعب لزيادة سلع تموينية في عهد الرئيس أنور السادات. صحيح. لما أمر سيادة الرئيس إن هو يتصرف الجيش، لازم خد وعد منه، وكان الفريق الجمصي هو اللي كان ماسك في وقت ذلك. قال له لازم أنت تتراجع عن قرار عشان نرضي هذا الشعب. نعم. فده عمل اللي هو الكومبرومايز، توافق ما بين الشعب والرئاسة. صحيح. وده هو الحامي. نعم. الآمن، الدرع. نعم. الواقي لنا كشعوب. صحيح. للشعب العربي ككل، مش للشعب المصري بس. مرورا ببرضو ثورة 25 يناير استوعب هذا الفكر وأقنع الرئيس الأسبق أنه يتنحى لدرء الصدع الحاصل، لاستيعاب. نعم. كل المشكلات واستيعاب كل أو لرقة الدماء. وده بالفعل إيه، وقبل أنه هو يحمل الراية لفترة ما في تقبل كل العثرات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومرورا بثورة كام 30 يونيو اللي احنا بنسعد بانها تمت على ايدي الجيش المصري، ان هو لم يغض الطرف برضو زي ما قلنا حضرتك، ولم يتوانى عن ايه، عن إيه، مساندة الشعب وإرادة الشعب. صحيح. في تنفيذ إرادته وفرض استراتيجية مؤقتة. نعم. ونزع الحكم من لا حكم له، وفرض حياة. نعم. سلمية آمنة كاملة دون أي تشرذم ودون أي فساد. هختم مع حضرتك دكتور أيمن برسالة سريعة تحب توجهها للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 مليون، تحب تقول لهم إيه؟ إحنا بنقول يا ريت نبعد عن دعاة الفساد، دعاة الشر. إحنا فعلا الشعب المصري تحمل كتير ولكنه مثابر للوصول إلى بر الأمان. ويمكن القرارات الحاسمة وخصوصا القرارات الاقتصادية في ارتفاع الأسعار فده يمكن إحنا في جزء كبير جدا مننا إحنا كشعب بنظلم بعض أحيانا. فياريت على فكرة كلنا نحمل رسالة وطنية للوطن، وعشان نعلي قيمة الوطن ونسعد بهذا التقدم الراقي ونسعد بهذه المشاريع التي لو قورنت بما سبقت لكان هناك أعوام كثيرة جدا
لخصت في هذه الفترة الوطيدة اللي هي 6 سنوات. أنا بحيي حضرتك جدا دكتور أيمن والله، وكلام حضرتك رائع وجميل جدا. أعتقد الشعب المصري حريص دائما أن يتذكر هذه الثورة العظيمة بكل الفخر وبكل العزة والكرامة. مشهد ثورة 30 يونيو وإحنا ماشيين في الشوارع بنهتف لمصرنا الحبيبة، أعتقد محفور في أذهان كل المصريين مع كل هذه ذكرى سنوية. أعتقد دايما نحكي لأبنائنا ولازم نفخر بهذا اليوم العظيم. نتمنى رب التوفيق للدولة المصرية إن شاء الله تستكمل مسيرة التنمية والبناء وتستمر دائما في إبهار العالم. بشكر حضرتك جدا ضيف العزيز دكتور أيمن غنيم الكاتب والأديب، شرفتنا فعلا وتحياتي لك. الله يسامحك. طيب لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام احتفالنا بثورة 30 يونيو بعد الفاصل، فقرة حوارية أخرى من سعد صبحية، انتظرونا.